مسؤولي المكاتب الحزبية والفروع والشعب اللي متغيب من أعضاء الفروع أو المكاتب. أما بعد 11 سنة من النضال، بعد ما يرفع لحزب البعث العربي الاشتراكي رايات في كل العالم تأشر على صفاء مبادئه وخلقه ومبدئيته وأصالته في النضال من أجل القضايا القومية، بعد 11 سنة يظهرون خونة من هذا الطراز، فهذا شيء مؤلم لا يدلل إلا على طبيعة النفسية المخربة الخائنة. طبعا شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا؟ انتو تعرفون شنو اجرانا ويا هيجي خونة، لا شيء غير السيف. اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. جاوبنا، ما ظل مسحه سلمي اذا ما جاوبنا وياه، ما ظلت وساطه اذا ما قلنا نعم، ما ظل مقترح يحافظ على سيادتنا وعلى سيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى امننا وامنهم وعلى حقوقنا وحقوقهم الا وقلنا نعم. ما هو الطريق؟ القتال، القتال حتى النصر، دفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعون الله. شو نسوي؟ نقاتل، والمقابل هو علي أن يلين. احنا ما ظل عندنا نقدمه للين، كل ما عندنا في قاموس اللين والسياسة قدمنا، فلم يبقى إلا أن نقاتل. تعجيزه هو الذي يقرب السلام، عندما يعجز يقبل بطريق السلام. والخميني مو رجل دين، اللي يوصف بأنه رجل دين ولأنه رجل دين متعصب وغبي لا يفهم في السياسة فهو واهم. الخميني سياسي، والخميني عندما يدرك أنه يخسر أكثر مما يربح يقيم السلام حتى وهو حي وبقرار منه، لأن الخميني استخدم السياسة في كل ميدان، ويا الإسرائيليين استخدمها واشترى السلاح بقرار منه، ويا الأمريكان لقى عدد من المليارات لعب بقضايا الرهائن ثم أطلقهم بقرار منه. فهو سياسي، لكن سياسي يقيم الحسابات على أساس ما يربح وما يخسر. فالمسلك اللي يعتقد أنه هو استنفذ ولم يعد يربح منه سيغير بمسلك آخر، وعندما يقتنع أنه لم يعد قادر على تحويل العراقيين إلى عبيد أو تحويل العراقيات إلى خدم لنساء إيران في طهران، ذاك راح يجي مرغم لأن يقر السلام للعرب.